بسم الله الرحمن الرحيم. And you found that the scholars of the past had books that they call fawaid, benefits. A dafter, if you will, a notebook for benefits. You hear something beneficial, doesn't have to be under any specific title or anything else. You write down the benefit. هذه بشارة يقول: يا شيخنا، رأيت في المنام أني دخلت إلى البيت فرأيت الشيخ الألباني وهو مضطجع، فقلت له: يا شيخنا، من يكون المرجع بعدك؟ فقام وذهب إلى الباب وفتح الباب وأشار بيده اليمنى ورفع السبابة وأشار إلى مكان وقال: العباد العباد، فما زال يكررها حتى استيقظت وأنا مبتسم. الله المستعان. أقول الله المستعان، يعني أنا ما أقوم هذا المقام، أقول أنا لا أقوم هذا المقام، ورؤية قد يكون لها تعبير آخر.